السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة التي سوف أشارك معكم فيها وصفة متكاملة بالنسبة لعلاج مشاكل الشعر، وخاصة تساقط ديال الشعر. وأيضا هذه الوصفة تزيد من طول الشعر بشكل طبيعي، وأيضا تعالج تقصف الشعر وتعطي للشعر لمعان ونعومة طبيعية. هذه الوصفة كما تشاهدون نحتاج مكون أساسي بها، وهو مكون القهوة. القهوة بودرة وليست القهوة سريعة الذوبان. نأخذ القهوة، أي نوع من القهوة نستعملها بالبيت ونقوم بعصرها، أي نوع أحبائي الأعزاء متوفر لديكم من القهوة التي نقوم بعصرها. يمكنكم أيضا الحفاظ ببقايا القهوة المعروفة بالتفل. هذه هي بقايا القهوة عند عصرها، تبقى لدينا هذه القهوة. يمكنكم أيضا الاستفادة من بقايا القهوة إذا كانت لا تتوفر لديكم الكثير من القهوة. طريقة تحضير هذه الوصفة طريقة بسيطة جدا. نقوم بأخذ القهوة المتوفرة لدينا ونقوم بإعادة طحن ديالها للحصول على بودرة القهوة تكون ناعمة جدا. الكمية المناسبة التي سوف نحتاج في هذه الوصفة هي تختلف من شخص إلى آخر على حسب طول الشعر أو قصر الشعر. اليوم سوف أقدم لكم الطريقة لتحضير هذه الوصفة، ويبقى لكم أحبائي الأعزاء الاختيار، لأن كل شخص يختلف من على حسب طول الشعر دياله. كيفية تحضير هذه الوصفة؟ نقوم بأخذ ملعقة كبيرة من القهوة التي قمنا بتحضيرها وطحنها وغربلتها للحصول على قهوة ناعمة، كما تشاهدون ملعقة كبيرة. كما قلت لكم سوف أقدم لكم الطريقة، أما بالنسبة للكمية فهي تختلف من شخص إلى آخر على حسب طول الشعر. أنا مثلا أخذت ملعقة، شعري قصير، أخذت ملعقة كبيرة فهي تكفيني. وأيضا نحتاج إلى مكون ثاني، أي نوع زيت متوفر لديكم، ويمكنكم اقتناء الزيت المختلط، يعني الزيت الذي به عدة أنواع من الزيوت، مثلا به زيت الزيتون. هذا النوع من الزيوت المختلطة هي متواجدة لدى صيدلية الأعشاب. يمكنكم اقتناء قارورة صغيرة كما تشاهدون بها خمس أنواع من الزيوت، ويمكنكم أيضا استعمال الزيوت الحاضرة لديكم فقط، مثلا زيت الزيتون. نضيف من زيت الزيتون ملعقة كبيرة على الكمية التي أضفت. أنا مثلا أحتاج إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. مثلا كما تشاهدون أنا سوف أحضر هذه الوصفة بزيت اشتريتها، هي زيت بها خمسة أنواع من الزيوت المفيدة للشعر، منها زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الخروع وزيت اللوز المر وزيت اللوز الحلو. أحتاج مثلا هنا ملعقة كبيرة من هذا الزيت المختلط، وأيضا ملعقة كبيرة من زيت الخروع. كما تشاهدون أحبائي الأعزاء دائما أوصي تحضير الوصفة على حسب طول الشعر. مثلا كما قلت لكم إن أنا شعري قصير ويحتاج إلى كمية قليلة، مثلا ملعقة كبيرة كما شاهدتم، ملعقة كبيرة من القهوة. ويمكنكم إضافة زيت الزيتون أحبائي الأعزاء.
كل هذه الزيوت نضيف منها ملعقة كبيرة حتى نحصل على مزيج سهل الفرد على فروة الشعر. كما تشاهدون أحبائي الأعزاء، هذه الوصفة لن تندموا أبدا عن تجربتها بالنسبة للفتيات وحتى النساء اللواتي يعانين من مشاكل عديدة في الشعر ديالهم، مثلا حتى مشكل القشرة، فهذه الوصفة سوف تبهركم وتخلصكم نهائيا من هذا المشكل، وأيضا مشكل الفراغات التي يعاني منها العديد من الأشخاص، فراغات في فروة الشعر. كما تشاهدون هذا هو الشكل ديال الوصفة. كما قلت لكم الزيوت التي سوف نضع مع هذه القهوة زيوت لكم الاختيار، أي نوع ديال الزيوت متوفرة لديكم أحبائي الأعزاء يمكن لكم تضيفوها لهاد القهوة هذه، ويمكن للنساء اللواتي يعانين من الشعر الخشن يمكنهم استعمال زيت جوز الهند. كما تشاهدون هذا هو نوع جوز الهند الممتاز، هي متوفرة في جميع الأسواق، فهي مفيدة جدا في تنعيم الشعر وأيضا تقوية ديالو. هذه هي الوصفة وهذه هي الطريقة التي سوف تحضرون بها الوصفة، وأستسمح إذا أطلت عليكم أحبائي الأعزاء. هذا هو شكل الوصفة، وكما قلت لكم إذا كنتم لا تريدون استعمال القهوة هذه القهوة يمكنكم استغلال بقايا القهوة التي نقوم بعصرها، فهي أيضا مفيدة جدا. طريقة الاستعمال ديال هذه الوصفة هذه أحبائي الأعزاء، من بعد ما نحضروا الوصفة نقوم بغسل الشعر ديالنا جيدا، يعني بالشامبو العادي الذي نستعمله، ثم نقوم بعمل هذه الوصفة. المهم أحبائي الأعزاء أن تكون فروة الشعر نظيفة جدا للاستفادة من هذه الوصفة. نقوم بأولا التركيز على فروة الرأس بعمل مساج خفيف على جميع فروة الرأس بهذا الشكل وليس بشكل دائري. نقوم بعمل مساج خفيف بهذه الوصفة على فروة الشعر لمدة 5 دقائق أحبائي الأعزاء، ثم نقوم بعمل منديل على جمع الشعر، ثم نعمل منديل ونترك هذه الوصفة لمدة 2 ساعة قبل عمل المنديل. أحبائي الأعزاء كما قلت لكم عمل مساج على فروة الرأس، والباقي من الوصفة يمكن لكم عمله على الشعر ككل، فهذه الوصفة أيضا تفيد في يعني لمعان الشعر، وأيضا حتى النساء اللواتي يعانين من رائحة الشعر الكريهة سوف يتخلصون من هذه الرائحة. كما قلت لكم أحبائي الأعزاء فهذه الوصفة كاملة للعناية بجميع مشاكل الشعر، وسوف تلاحظين النتيجة من الأسبوع الأول سيدتي. هذه الوصفة هذه كما قلت لكم عند انتهائها عند عملها على الفروة وعلى الشعر نقوم بجمع الشعر ونلفه بمنديل ونترك هذه الوصفة على الشعر لمدة 2 ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر بشكل طبيعي ونكرر هذه الوصفة 2 مرات في الأسبوع، وسوف تلاحظين وأنا أكيدة وعن تجربة هذه الوصفة عن تجربة مني شخصيا وتجربة من الأصدقاء، هذه الوصفة فعلا فعلا هي وصفة جد فعالة في علاج جميع مشاكل أغلب مشاكل الشعر. أتمنى منكم أحبائي الأعزاء أن تجربوا هذه الوصفة، وأتمنى منكم أيضا أن تشاركوها مع الأهل والأحباب والأصدقاء، وأتمنى منكم أيضا أحبائي الأعزاء من لم يفهم شيء في هذه الوصفة بأن يطرح التساؤل في التعليقات، سوف أجيبه بإذن الله. وأتمنى منكم أن تنضموا إلى القناة وأن تشجعوني بلايك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.